السلام عليكم ورحمة الله، وأنا مشاهدي ومتابعي قناة يوسف تكنو. في هذا الفيديو حنتعلم عن كيفية تفعيل وضع الألعاب أو خيار الأوتو لو لاتنسي مود في شاشات تعمل من نظام إيبو إس، اللي مثل شاشات LG وشاشات رويال الرحماني. الشاشة في هذا الفيديو هي موديل رويال الرحماني موديل FLS50WOS، وهي من موديل سنة 2022 من شركة رويال الرحماني، تعمل بنظام إيبو إس الخامس الرسمي المدعوم من شركة LG. خليكم معانا بهذا الفيديو. اهلا بكم مره ثانيه. بالبدايه طبعا خيار تفعيل وضع الالعاب او الاوتو لو لاتنسي مود، او كما يسمى بنظام ويبو اس بهذا الاسم، او كما يسمى في نظام ويبو اس اللي هو خاصيه الاستجابه الفوريه للالعاب. هذا الخيار اذا ما قامت الشاشه بتفعيله بشكل تلقائي، مثلا اذا قمت بتوصيل جهاز العاب بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 5، اكس بوكس بشكل عام، فاذا ما تفعل هذا الخيار ضروري تفعله بشكل يدوي. الان هو فعال تلقائيا، لكن واضح الان تم تفعيله بشكل تلقائي مجرد انه قمنا بتوصيل الاكس بوكس. والسبب انه من التوصيل هنا خيار اسمه اعدادات توصيل او اعدادات اتصال الجهاز. كما تشاهدون اكتشاف الجهاز التلقائي تم تفعيله مسبقا، فبالتالي مجرد انه نقوم بتوصيل جهاز مثلا الريسيفر، ساوند بار او جهاز العاب كمثال، تقوم الشاشه تلقائيا باكتشافه وبالتالي تحويل على افضل اعدادات ممكنه للتوافق مع الجهاز. لكن في حال انه ما قام شاشتك بمعرفه الجهاز المتصل، فضروري انه كما تشاهدون من الصوره اعدادات اضافيه خاصيه الاستجابه الفوريه وتفعل هذا الخيار. الفائده منه خاصيه الاستجابه الفوريه انه يقلل الانبوت لاج بشكل كبير جدا، وبالتالي تحصل على افضل تجربه مع الالعاب. اذا احبائي اتمنى الفيديو كان مفيد لحضراتكم، وان شاء الله وضحنا لكم كيفيه تفعيل وضع الالعاب او الجيم مود او الاوتو لو لاتنسي مود لشاشات تعمل بنظام ايبو اس. ايضا بالقناه عندنا شروحات اخرى لافضل اعدادات الصوره والصوت وشرح كامل للنظام والاعدادات، ان شاء الله تفيدكم وتنفعكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر قريبا. اخوكم ابو يوسف.